كأول جزء يمكن أنه تفكر فيه لما تبتدي البروجكت مالتك هو تصميم شريط العنوان. طيب هنالك طبعا عدة اختيارات لتصميم شريط العنوان. أولا أنه أنت تحتفظ بشريط العنوان اللي يوفر إليك نمط ويندوز فورم، هذا الشريط اللي أنت تلاحظه أمامك، شريط يحتوي على العنوان، على الأيقونة، على الأزرار. يمكن التحكم في عدد الأزرار، تحذف بعض معناتها من خلال البروبرتيز، وهذا شيء مطلع عليه سابقا. النقطة الثانية أنه تصممه باعتماد على مكتبة معينة، على مكتبة التصميم اللي هو الآن احنا راح نتعرف عليه. النقطة الثالثة أنه أنت تصمم شريط العنوان، أنت تبدي تعمل الفورم على أساس يكون نون، يا يحتوي على أي شيء، وتتحمل التبعات كلها لعملية التصميم. يعني لو تلاحظ أنه الآن آني هذا التصميم لازم تفكر في كثير من الأمور، من ضمنها أنه أنت تستطيع تحريك الفورم، في المستخدم يريد أنه هو يحرك الفورم مثلا. يعني هذه الأمور كلها لابد أنه تضعها في الحسبان لما أنت تبدي تصمم شريط العنوان الخاص بك. طيب كيف نستفاد من الفريم ورك اللي احنا ضفناها، فريم ورك المترو اللي ضفناها في الفيديو السابق، اللي هي فريم ورك مجانية تتوفر عندك داخل، اذا ما كنت متابع معنا الفيديو السابق يمكن انه انت ترجع لي او تثبتها بشكل مباشر عن طريق النوجت مانج. طيب لما تثبتها طبعا راح تجيك ضمن الريفرنس مترو، مترو ديزاين، مترو فونت، ان مترو فريم ورك. ندخل هنا داخل الفيو كود وراح تلاحظ انه عندك ايش هنا داخل هذا الفورم 1 البوبليك بارشيال كلاس راح يرث انهيرتنس فروم 4 اللي هو هذا كلاس خاص في الفورم. طيب انا راح اقول له اوكي هذا ما يرث من هذا الكلاس، هو راح يرث من انتيتي عفوا من بونيفيو اور مترو، نعم مترو، مترو فريم ورك دوت فورم دوت مترو فورم. اوكي يعني هذا الفورم راح يرث من المترو فريم ورك دوت فورم دوت مترو فورم. فلو ترجع على الديزاين راح تجد انه يتغير عندك كليا، تمام هذا الديزاين راح يبدا يتغير عندك كليا. طبعا هنا راح يصير عندك الليبل الخاص فيه، ثم لما تعمل عليه ستارت راح تجد انه حتى الازرار شكلها تغير عندك، وحتى الفورم بشكل عام شكلها تغير عندك. طبعا هنالك الكثير، لاحظ الازرار كيف اصبحت عندك، يعني الشكل الخاص فيها، وايضا تستطيع تحريك الفورم باي جزء، باي جزء موجود يمكن انه تحركه. وتلاحظ انه اكو ظلال، اكو ظل في التصميم الخاص في هذا الفورم. طيب ما هي الخصائص اللي يوفرها لك هذا المترو، او هذا المترو الخاص في الفورم؟ من ضمن الخصائص يمكن انه انت تغير ايش، تغير الثيم. فلاحظ الثيم الان هو لايت، يمكن تجعل الثيم عبارة عن دارك. ايش مع دارك؟ يعني بشكل عام راح يصبح عندك الباك جراوند هي عبارة عن دارك. واذا كنت انت بصدد عمل البرنامج مالتك عبارة عن دارك فيمكن انه انت تغيره الى دارك، وهذا طبعا يعني شيء جدا مهم في عملية التغيير. ايضا يوفر لك مجموعة من الخصائص، من ضمنها مثلا على سبيل المثال الترانسبيرنس كي، اوكي يمكن انه تغير اللون الخاص في الكي. يمكن انه ايضا انت كل الخصائص السابقة الخاصة في الفورم تبدي انت في عملية تطبيقها. في البوردر ستايل راح تجد عندك اما يكون نون او عبارة عن فيكس سينجل، يعني هنالك اطار دائرة ما دائرة، الان حاليا هو نو. يمكن ان تضع ايميج كذا، كل هذه الامور السابقة يمكن انه انت تضعها ضمن هذا المترو.